سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى بانكم بافضل الاحوال. اليوم جبت لكم واحد البخاخ معجزه بدون غسل، كيطول الشعر وتيوقف التساقط، وكذلك كيخلي البصيلات تنمو وتحيا من جديد. كنحتاجو جوج معالق ديال الغمارة او اليازر، كنقولوا ليه حنا اليازر بالعربيه، بالفرنسي كنقولوا ليه الغمارة او اكليل الجبل. ابخي غادي نوريكم كيفاش كتكون العرش ديالو او النبته ديالو. هنايا عندنا القرنفل، غادي ندير جوج معالق كبار. كيف ما درت جوج معالق كبار من الغمارة او اليازر، غادي ندير جوج معالق كبار ديال القرنفل او الكلو دو جيرافل. هنايا غادي نزيد القشور ديال البصله. البنات، البصله رائعه للشعر، وكذلك هذه الوصفه راه ما كتكون فيها لا ريحه لا والو، بالعكس كيكون فيها ريحه الازير وريحه القرنفل، كتكون واحد الريحه زوينه بزاف وغزاله. ولا جربتوها غادي تعجبكم، يعني ما غادي تكونش هذيك الريحه ديال القشور ديال البصله نهائيا. غادي نضيفوا عليه الماء على حساب الكميه اللي غادي تخليه انه يغلى لنا. ها هو البنات، كيف ما وعدتكم قبيله، انا قلت لكم غادي نوريكم النبته ديال اكليل الجبل، يازر او الغمارة. هذا هو النبته ديالنا، كنستعملوه للطبخ، يمكن لينا نستعملوه في الشاي، يعني كل واحد وفاش كيستعمله. انا اللي استعملته معكم فهو يازر مجفف. للاسف كانت عندي النبته ديالو، ولكن خليتها حتى بردات دونك وقصتها، فانا استعملت فقط هذاك الجاف. الا كانت عندكم النبته طريه كان احسن. هنا من بعد ما برد الخليط ديالي، انا صفيته بالصفايه وغادي نديرو في القراعي. اولا عندكم هذاك البخاخ اللي كنستعملوه، كيستعملوه لي كوافور او الناس ديال صالون الحلاقه، هذا كيكون زوين حتى هو. انا عنديش استعملت هاد القريعات الصغار. دونك كيف ما قلت لكم، في هذا البخاخ فهو معجزه وبدون غسل، وكيقوي الشعر وكيمنع التساقط، ورائع كذلك الناس اللي عندهم تعلبه كيصلح لهم كذلك، يمكن لهم يستعملوه. وان شاء الله الى داومتوا عليه بشكل يومي غادي تبداو تشوفوا الفرق. طبيعة الحال غادي تستعملوه بدون غسل، غادي نديروه لمده الاسبوع اسبوعين، يعني فيما تقادي هذاك القريعه تجاولك عاودي صيبي الوصفه وبقاي ترشي في شعرك. منين تغسلي كذلك تخرجي من الحمام رشي في شعرك، وما تنساوش انكم ديروا البنات مساج لفروه الراس من بعد ما ترشوا عليكم هاد الوصفه. كنتمنى ان الوصفه ديالي تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم الى اللقاء والى حلقه مقبله ان شاء الله.